فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اسمعوا عباد الله، اسمعوا اسمعوا إلى خطر اللسان ماذا يفعل بالإنسان. ولذلك إخوة الإيمان، كان من أعظم ما يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هو اللسان. فهذا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قال سفيان فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه ما أخوف ما تخاف عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بلسان نفسه وقال هذا، أي اللسان. أتدرون عباد الله لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عن اللسان؟ لأنه رأى بأم عينه عقوبة اللسان وعاقبته، رأى ذلك في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ واسمعوا ماذا قال جبريل. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اسمع أيها المغتاب، اسمع أيها النمام، اسمع أيها الكذاب، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اسمع يا من تفتري على الناس ما ليس فيهم، اسمع أيها المسكين ماذا ينتظرك بالآخرة. قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه، واسمعوا عباد الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. ولتتضح لنا الصورة أيها الأحباب، ونعرف خطر اللسان وكيف تساهلنا به في هذا الزمان وكيف يؤثر على عظيم العبادات ويهدم الطاعات حتى تصبح كأنها هباء منبثا منثورا. اسمعوا معي لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم يوما سائلا الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ثم طرح في النار